بين إسبانيا على الصعيد الثنائي بين إسبانيا ومصر حول الشرق الأوسط فهي مثمنة قيمة بالنسبة لي كوزير خارجية ولحكومة إسبانيا أيضا. إن وجود وحضور معالي وزير الخارجية المصري معنا اليوم هو دعم لتطبيق حل الدولتين. فتعرفون أن مصر كانت الدولة الأولى التي وقعت السلام معاهدة للسلام مع إسرائيل من بين الدول العربية، وكذلك فإن تشكيل وإقرار دولة لفلسطين وهو ما اعترفنا به في الأسبوع الماضي هذا سيؤدي إلى اندماج إسرائيل في الإقليم وتستطيع أن تعيش في سلام واستقرار. ولذلك في يوم 28 من مايو إسبانيا اتخذت قرار الاعتراف بدولة فلسطين، لأنها حانت اللحظة أن نترك الحديث فقط عن الحل وأن نذهب إلى الحل. نحن نعتمد على مصر في كل هذه القضايا، وقد تحدثنا كثيرا مع مصر ومع السادة الوزراء الممثلين لنقاط الاتصال مع جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، ومصر عضو في هذه الهيئة وتلك، ونحن نعرف على معرفة تامة أيضا، وقد نقلنا ذلك إلى معالي الوزير سامح شكري. نحن نعرف مدى حساسية الوضعية التي تعيشها أو التي تعاش في مصر بسبب دخول القوات الإسرائيلية في رفح، ولذلك فنحن نرى أنه يجب إنهاء هذا الاحتلال وهذا التدخل في رفح، وهذا ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية. وقد تحدثت مع زميلي المصري معالي الوزير الخارجية كثيرا حتى نضمن إعادة فتح كل الممرات البرية لإيصال المعونة الإنسانية لغزة. هذه المعونة الإنسانية هي أساسية جوهرية لكي يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، وكذلك لتقليص التوترات على الحدود في رفح تحديدا. وأود أن أشكر وأبرز مجهودات مصر لأجل الحصول على وقف إطلاق نار، ونحن نطلب ذلك من شهور. وقف إطلاق نار يسمح بالإفراج عن الرهائن، ونطلب ذلك منذ شهور. وكذلك نريد وقف إطلاق نار كي تصل المعونة الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة. لا بد من وقف العدوان الذي قاد ولم يفعل شيئا إلا إحداث معاناة للسكان المدنيين. وهكذا نستطيع أن نذهب إلى الخطوة التالية، وهي تسيير وإدارة غزة والضفة الغربية، والتي يجب أن تبقى تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية، وكما قال الرئيس بايدن، ووساطة مصر إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، لأجل وقف إطلاق النار الآن في التو واللحظة في غزة. لا بد من إدخال المعونة الإنسانية، هذا ما نريده، هذا هو العمل المشترك الذي نرغب فيه نحن ومصر. نحن نريد السلام الدائم لكل بلدان الشرق الأوسط ولفلسطين ولإسرائيل. بالنسبة لإسبانيا، مصر بلد جوهري في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي بلد شريك متوسطي أوروبي، وهناك أيضا وساطة مع ليبيا وكذلك الاتحاد لأجل المتوسط، ومع السفير ناصر كامل هو مدير الاتحاد لأجل المتوسط ومقر الاتحاد في برشلونة. وكذلك تحدثنا
بلدنا، عن إفريقيا، عن السودان. مصر بلد جوهري في إفريقيا أيضا، ولكل هذه الأسباب فنحن نشكر دائما الحوارات مع شركائنا المصريين حول المتوسط وإفريقيا. من جديد صديقي سامح شكري، أهلا وسهلا بمعاليك في مدريد، نشكرك على رحلتك وعلى كل مجهوداتك لأجل إزكاء السلام في المنطقة.